نعرف أن المودة موجودة. يمكن واحد يقول: أنا أود النبي صلى الله عليه وآله، وأود قرب النبي صلى الله عليه وآله. المودة موطنها القلب، محلها القلب. المودة تحتاج إلى مظهر. إذا لم يكن للمودة مظهر، فكيف نكتشف وجود هذه المودة؟ العلماء يقولون المودة هي المحبة المظهرة، الحب يجب أن يظهر، عندما تقول إنني أحب النبي صلى الله عليه وآله، أود النبي صلى الله عليه وآله، اود الصديقه الزهراء صلوات الله عليها هذه الموده تحتاج الى مظهر اذا لم يكن هنالك مظهر فهذا يعني ان الموده غير موجود المظهر مظهر الموده كيف يكون مظهر الموده طبعا الموده عندما تكون في درجاتها الرفيعه فانها تغلف كل حياه الانسان ولكننا نذكر بعض مظاهر الموده عندما يكون له بنت يسميها زهراء او يسميها فاطمه عندما نريد ان نسمي شارعا نسمي هذا الشارع باسم الزهراء او باسم فاطمه الشخص الذي لا يسمي بنته بزهراء او بفاطمه او باسماء اهل البيت صلوات الله عليهم هنالك عوائل كبيره ينقل انه لا يوجد فيها لا في رجالها ولا في نسائها اسم من اسماء اهل البيت صلوات الله عليه اذا العائله لا يكون فيها اسم من اسماء اهل البيت صلوات الله عليه اذا الشوارع لم نجعلها باسماء اهل البيت إذا لم نكتب كتبا حول أهل البيت. إذا في مناهجنا التي تدرس في المدارس لا نتحدث عن أهل البيت. في بعض المناهج يتحدثون عن فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز ولا يتحدثون عن فاطمة بنت خاتم الأنبياء محمد. صلى الله عليه واله. اذا في اذاعاتنا وتلفزيوناتنا وقنواتنا الفضائيه وصحفنا وكتبنا لم نذكر احاديث اهل البيت، فاين هي الموده؟ كيف تكون هنالك موده ولا يوجد لها مظهر؟ اذا فقه اهل البيت لم يدرس في كلياتنا وجامعاتنا. أين تكون المودة؟ المودة تحتاج إلى مظهر وهذه هي مظاهر المودة إذا لم نحتفل بميلاد الزهراء صلوات الله عليها إذا لم نحتفل بذكرى شهادتها في أيام جمادة الأولى وجمادة الثانية فكيف يمكن أن ندعي أننا نحبها ونودها إذن الضرورة الأولى التي تفرض علينا إقامة الشعائر الفاطمية هي أنها تمثل مظهرا من مظاهر المودة في القرب